في إطار زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها جلالة العاهل المفدى إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مع معالي وزير الداخلية الباكستاني السيد نزار علي خان. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير مجالات التعاون والتنسيق الأمني وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وإلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، واستكمالا لمسيرة التعاون الممتدة في العديد من المجالات. كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية.